يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه في كل مره بيكون معانا فيها ومنورنا في الاستوديو واحد من الابطال اللي بيرفعوا اسم مصر وعالم مصر في كل المحافل الدوليه، احنا شخصيا بنكون في منتهى السعاده والفخر. هذا الكلام ينطبق على ضيفنا العزيز، خاض العديد من المنافسات وساهم في تطوير هذه الرياضه بشكل عام لغايه لما قرر ان هو ينهي مسيرته كلاعب ليضع كل خبراته على طاوله مجلس الاداره ويصبح عضو بمجلس اداره اتحاد الشراع. معانا ومع كل حضراتكم كابتن احمد حبشي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للشراع. صباح الفل ومنور الدنيا يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك، نورنا. بس انا هبدا لو تسمح لي بفكره هنا الحديث عن رياضه الشراع نفسها، لان ناس كتير مش بتبقى عارفه او حتى التصنيف مصر عالميا هي مش عارفاه، فممكن نبدا من شرح اكتر عن الرياضه. طبعا في مقدمه لطيفه قوي عن الشراع، ان المصريين هم من اول الناس في العالم اللي استخدموا رياضه الشراع او المراكب الشراعيه بصفه عامه ايام الفراعنه لما كانوا بيعملوا نقله الشتاء او نقله الصيف للبضائع من الجنوب الى الشمال ومن الشمال للجنوب. وده يعني اللي خلى الاتحاد المصري ياخد الشعار بتاع الاتحاد ان هو شكل مركب فرعونيه عليها شراع ونهر النيل. فاحنا المصريين من اول الناس اللي استخدموا المراكب الشراعيه، وبعد كده عارفين قصص كتير قوي عن الرومان وعن الناس اللي استخدمت الشراع، الى ان انتقلت رياضه الشراع انها بقت رياضه فعلا وبقى فيها تنافس جامد جدا. وهي رياضه لطيفه جدا لانها بتعتمد على الجرين سورسز زي ما بيقولوا، ان بنستخدم الرياح وما بنستخدمش موتور علشان نقدر نتحرك بالمركب، وبنقدر نتحرك في كل الاتجاهات، يعني عايز تروح جنوب او شمال على حسب اتجاه الرياح بنقدر نظبط الزاويه التحرك في المركب. بس ده يعني ببساطه ايه هو الشراع، مركب شراعيه بجميع باختلاف انواعها باختلاف عدد الناس اللي ممكن تركب جوه المركب، بنتحرك بسرعه الرياح وباتجاه الرياح. وعالميا احنا تصنيفنا، احنا بدانا نتحسن قوي في الفتره في العشر سنين اللي فاتوا. احنا رحنا الاولمبياد في 2012 ودي كان اول مشاركه للشراع تقريبا في الاولمبياد خالص. وانا شخصيا اللي رحت يعني، وكنت لاعب ايامها وقدرت اطلع على الاولمبياد من تاهلت من بطوله العالم ورحت الاولمبياد بتاعت 2012 في لندن، وده كان اول مشاركه لينا خالص في الاولمبياد يعني في الشراع. وبعدها بدا الحلم يوصل لكل الجيل الصغير، يعني الاولاد الصغيرين بداوا يفهموا يعني اولمبيك جيمز. كان اخرنا نطلع بطوله عند اي حد من جيراننا العرب، يعني ده كان الهدف. يعني النهارده لا، عايز اروح بطوله عالم وعايز اخش في الجولد فليت اللي هو الفليت الاول، وعايز اتاهل الاولمبيات وعايز امثل مصر في الاولمبيات. وبعد كده رحنا الحمد لله في يعني رحنا في 2016 في طراز غير اللي انا بلعبه، انا بلعب الالواح الشراعيه الوين سيرفنج، في الليزر راح احمد رجب، وتأهلنا في 2020 الحمد لله بمكانين يعني في الولاد وفي البنات، احمد رجب برضو وخلود منسي رايحه في البنات، بس احنا مستنيين 2021 لانها اتاجل من 20 بسبب الكورونا ل 21. البنات برضو في الشراع طبعا. بس هو في سؤال فارض نفسه الحقيقه، يعني في العاب يعني او رياضات معينه من المنطقي ان اللعيبه بيوصلوا لمرحله سنيه معينه بيعتزلوا، ما تهياليش ان الكلام ده ينطبق قوي على الشراع. يعني انت يعني في عز الشباب وقررت الاعتزال؟ لا انا ما قررتش اعتزال، انا طلب مني ان انا ادخل مجلس الاداره علشان الوقت كان حرج ايامها، يعني كان في 2015 في 2017 الانتخابات اللي فاتت يعني. وكان وانا كنت عايز اروح 2020، يعني انا كنت عايز العب لغايه ما اوصل اروح اولمبياد 2020، لكن المجموعه اللي كانت داخله يعني طلبوا مني ان انا اخش مجلس الاداره، ان هم محتاجيني اكتر ان انا ادي للجيل الصغير ونقوم الناس دي ونطلعها يعني هيبقى الاستفاده العامه للرياضه وللبلد ان انا واحد زيي واحد زي كذا حد تاني معايا مش انا لوحدي بصراحه. يعني ناخد جنب شويه في موضوع اللعب ونركز شويه في الاداره ان احنا نحاول نساعد الاتحاد ان هو يوصل لمراكز متقدمه، وحصل. يعني احنا اتاهلنا في الولاد وفي البنات في اخر 2017 في ديسمبر 2017 رحنا اولمبياد الشباب، ودي برده كانت اول مره نوصل بتاهل، وكانت معموله في مصر في سينا في راس سدر، وتاهلنا في الاولاد وفي البنات ورحنا اولمبياد الشباب ايامها، وبعدين اتاهلنا في اولمبياد الكبار، وانا كنت رئيس البعثه في الجزائر في بطوله افريقيا اللي تاهلنا منها في الاولاد وفي البنات برده الاولمبياد 2020. ممكن اسالك سن حضرتك كام؟ انا دلوقتي 36 سنه. 36 ووقتها حضرتك اعتزلت؟ كان عندي وقت الاولمبيكس كان عندي 26 سنه.
ووقفت من 2017، يعني كان عندي بتاع 32 سنه. لسه صغير جدا برضو يعني زي ما كريم قال. كنت استنى لما تبلغ من العمر ارزاله يا استاذ. اقول لهم اقول لهم. طب خلينا كده نرجع معاك شويه بقى هي مش ذكريات قوي يعني اكيد ده قريب. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، هو في تكنولوجي جديده دخلت على رياضه الشراع اسمها الهيدروفويل. الهيدروفويل ده هو اي مركب ليها دفه او ليها سكينه من ورا. في تكنولوجي جديده ظهر بقى لها كذا سنه وانا بلعبها دلوقتي، يعني استعدادا لما يخلص المده بتاعت الاتحاد ارجع العب تاني يعني. اوكي طب بس اصدقائنا هيزعلوا قوي اللي جايين. بس انت مرقد يعني لابس فدوره مؤقته يعني. بس هو بعد ما بتخرج من الـ من 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 الشكل بتاع اللاعب وبتبقى دماغك فاضيه يعني خالص، فبعدين بتخش في الاداره وبتشوف المشاكل. هتعرضها لمشاكل كتير قوي يعني مش حابب اتكلم فيها، بس هتعرضها لمشاكل كتير جدا جدا. ليه؟ مع ان احنا المفترض كدوله بشكل عام عندنا معظم المقومات المطلوبه للرياضه دي، من جو العمل العام، من 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 نيل، من بحور. اه لا انا بتكلم يعني. انا بتكلم مشاكل اداريه وليست مشاكل فنيه يعني. احنا العمل العام بصفه عامه لازم الواحد يبقى فيه تضحيات كتير قوي. وانا دخلت ومش ناوي تاني بصراحه يعني. بصراحه مش ناوي تاني. والمهم ارجع الهيدروفويل ده اللي هي المركب بتبقى طايره فوق الميه، ما بتبقاش ماشيه على الميه. السكينه اللي فيها بيبقى فيها جناحين من تحت، هم دول بس اللي بيبقوا في الميه، وبتبقى ماشي بتعمل بالانس وبتاخد اتجاهاتك يعني. للاسف ما عنديش فيديو او حاجه كنت اوريها لكن عندي يعني على السوشيال ميديا يعني. بس دي حاجه جديده بقى اللي هي تكنولوجي جديده للاولمبيكس حتى رايحه لها، لان بتخلي الناس تلعب في اجواء اكتر يعني، هواء اقل، موج اقل، موج اعلى يعني، بتزود قوي الاحتمالات للنزول والتسابق في المياه في اي جو من الاجواء. طب خليني اروح معاك لهنا اصعب بقى البطولات، يعني انت شاركت في بطولات كتير، احكي لنا عن كواليس شويه زمان، اصعب البطولات اللي عدت عليك. اصعب بطوله كانت بطولات الجمهوريه بصراحه. الجمهوريه؟ اه، لان الناس بتبقى نفسها قوي تبقى نمره واحد يعني. واحنا انا بلعب بشراع من وانا عندي 12 سنه، وبدات انا واخدت اول بطوله جمهوريه في 2003، وكانت صعبه جدا يعني. انا كان معايا مجموعه كبيره جدا من الناس اللي يعني الاقوياء جدا في البحر يعني، وكان كان احلى احساس طبعا. اللي بعديه او يعني هو يفوقه، بس انا برجع بالزمن لورا، هو كان الاولمبيات. ان انا انا برضو كنت نفسي اروح الاولمبيات وما كنتش فاهم ايه الاولمبيكس قوي قد ما هي اكبر بطولات، وهي هي هي اقوى منافسات يعني. ما كنتش فاهم لغايه ما دخلت طابور العرض، وكان في سوق هنا الصوره دي، ده كان بقى في اثناء طابور العرض. ببص على يميني لقيت ناس مهمه قوي يعني. لقيت كوين اليزابيث واقفه يعني على بعد 100 متر مني يعني. ولقيت ميشيل اوباما ايامها، وكان وزير الرياضه المصري، وكان كان ناس يعني، والراجل ملك اسبانيا وامراء وناس كتير قوي واقفين على يميني، واقفين لنا يعني احتراما للناس اللي وصلت الى هذا المستوى الرياضي المتقدم جدا يعني. وكان ماشي قدامي بان كي مون، انا فاكر ماسك علم الاولمبيك جيمز وماشي قدامي، وببص محمد علي كلاي طالع، هو اللي افتتح معادي فستان طالع يعني. فكنتش متخيل ده حدث عالمي يعني. اه وبعدين وهنا هي قصه شويه يعني. انا رحت بولت، يوسين بولت عايز اتصور معاه يعني، هو الراجل حاطط سماعات في ودنه قاعد بيكلم نفسه، هو في حته ثانيه يعني، هو في حته ثانيه خالص يعني. والناس دي حواليا يعني ونادال وفيدرر اسماء ما بنشوف في السيلينج. عندنا كان في واحد اسمه بانينزلي كان ملقب باعظم بحار في التاريخ، في كذا واحد خدوا اللقب ده يعني. وكان بالنسبه لنا احنا كلعيبه شراع ده راجل يعني حاجه كبيره قوي، زي مثلا كريستيانو رونالدو مثلا، زي ميسي مثلا، زي بيليه. فكان لازم لما شفت الناس دي قلت لا ده الموضوع مختلف خالص، وبدات انقل الصوره للاجيال الثانيه، والناس بقى عندها الحلم. ودي احلى حاجه، ان انت تشوف الاطفال الصغيرين عايزين يروحوا الاولمبيكس يعني، وبيتخانقوا عشان يروحوا الاولمبيكس، وبتلاقي خناقات في البحر ومشاكل في البحر عشان هو عايز يوصل يبقى توب يعني. فهي الاولمبيك جيمز بقى لما دخلت وسبقت طبعا خدت شتيمه كتير قوي يعني. ليه بس؟ لان كنت رايح اول مره او مشاركه طبعا، فانا مش قادر احقق حاجه قوي، وكان هدفي ان انا اقدر اكمل السباقات في الوقت التايم ليميت اللي موجود للسباق، كنت قادر اكمله الحمد لله. بس الناس ما كانتش شايفه النتائج، كنت فكان ضغط عصبي جامد قوي يعني. بس بعد ما خلصت طبعا حسيت بحلاوتها يعني، هي حاجه جميله يعني. جميل. من الملفات اللي دايما نهواند دايما بتلاقيها مهتمه بيها جدا السياحة. فكره الربط ما بين السياحه والرياضه، وانت بتمثل الرياضه الحقيقه فيها مساحه كبيره جدا لاستعراض الجمال اللي موجود عندنا في مصر. انا بشتغل حاليا في السياحه. وعندي او بشتغل في مركز العاب مائيه، وفي الرياضه يعني منه
او الاصل في الرياضه اللي فيه او الرياضه اللي بنعمل فيه هو الرياضه بتاعتنا الشراع. واحنا بنتكلم دلوقتي حالا في معسكر للمنتخب، اول معسكر بعد الكورونا بيتعمل حاليا واحنا بنتكلم في رصيد. حلو جدا. والربط بقى بين الرياضه والسياحه، الرياضات المائيه دي هي عنصر جاذب جدا 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 للسياحه. دهب، شرم الشيخ، سفاجه، الغردقه، راس صدر طبعا، اسكندريه والساحل، المنطقه دي كلها جاذبه جدا للرياضات المائيه اللي هي الشراعيه، وبالتالي الناس بتيجي من بره. احنا في مصر في دهب الفريق البولندي اللي هو اقوى فريق في العالم في الطراز بتاعي انا بيروح كل شتاء يتمرن هناك لغايه الشتاء اللي فات بيتمرنوا كل شتاء، هم والروس والفريق اوكرانيا برضو كلهم بيروحوا هناك، لان الجو عندنا مناسب جدا ان انت تلعب في اي وقت في السنه شتاء او صيف. فلازم السياحه، وهو ده بيحصل، انها بتعتمد جدا على الرياضه. وفي رياضه الكايت سيرفنج كمان، الكايت سيرفنج هو بومنج جدا زي ما بيقول، هو منتشر جدا دلوقتي في العالم، وسهل جدا انك تاخد المعده بتاعتك في شنطه العربيه وتروح تنزل من اي حته في الدنيا. وراس صدر النهارده بقت هب زي ما بيقولوا لاستقطاب كل الناس اللي بتلعب رياضه الالواح الشرعيه او مش الالواح الشرعيه بقى، الكايت سيرفنج يعني. حلو. وبدور احنا عملنا كذا برضو بطوله دوليه افرو اوروبيه في مصر في الجونه، ونجحت جدا جدا في 2017 برضو 2018 اعتقد، وكانوا بطولات ناجحه جدا والناس كانت بتيجي من بره، وبطولات كبيره قوي يعني وفرق كبيره جدا. يعني انت بتكلمنا كابتن احمد عن كده نموذج انا شايفه من بره انه ناجح جدا، ليه بقى؟ ومش هتكلم على مشاكل بس يعني ايه الموجود او ايه اللي ناقص علشان نطور الرياضه دي، بما ان حضرتك عمال تذكر يعني محاسن كتيره جدا ليها وان هي ممكن كمان تساعد بشكل كبير في تشجيع السياحه وتطويرها. هي محتاجه شويه فلوس، شويه فلوس اقصد شويه فلوس، فلوس كتير يعني. انا رياضه مكلفه شويه يعني، سعر المركب النهارده بيتجاوز ال 150 الف جنيه، ده الافريج مش المركب الصغيره. مفيش اهتمام كافي من الرعاه مثلا للتدريب، مفيش رعاه قوي لينا يعني، هو ما بيهتموش قوي بالرياضات المائيه اللي هي زي الويند سيرفنج والسيلينج. ممكن شويه الكايت سيرفنج بس برده مش كفايه يعني، مش كفايه خالص، محتاجين دعم اكبر. علشان النهارده هديكم مثال، مثلا انا لما كنت بلعب وبسابق كنت بشوف اللعيبه بيجيبوا بورد اتنين تلات بوردات، والسكاكين اللي بقول لك عليها دي بيشتروا منها 20 او 25 واحده. احنا امكانياتنا في مصر كانت كل واحد ليه معده واحده. انا بكلمك على لاعب واحد بيجي له تلات او اربع بوردات باشرعه كتير جدا ينقي منهم، لانه هو في الاخر بيتصنع في حته هنا حته هنا مش مريحاه في اللعب او مش مدياله الاداء المثالي في البحر، فبيقوم منقي. وبالذات الفن اللي هي السكينه اللي بيستعملها انها معموله من الكربون فايبر، فممكن نسبه 10% تفرق جدا في المرونه او الفلكسبيليتي بتاعه السكينه دي. احنا ما عندناش الامكانيه دي يعني، السكينه اللي بكلمك عليها دي ب 300 يورو او ب 270 يورو الواحده، ده بيشتري 20 ويفضل يجرب لغايه ما يوصل للاوبتيم بالنسبه له. في رياضات معينه كابتن يعني ممكن الواحد مننا يمارسها بشكل غير احترافي زي كره القدم عادي جدا، ممكن دلوقتي نوسع الكراسي ونعمل تقسيمه لطيفه، حتى الباسكت بول، حتى التنس، يعني في رياضات ممكن الواحد يلعبها من غير ما يكون محترف فيها او في ضمن اطار فريق. بس متهيألي رياضه الشراع مفيش مساحه قوي كده يعني، اللي هيلعبها او يمارسها لازم يدخل في سكه الاحتراف ولا ايه؟ مش قوي، هو في ناس كتير جدا بتعلم الشراع وبيجيب مركب لنفسه وبيقعد بيها زي عندنا فلاجر شخصي. طبعا طبعا، وهي ممتعه جدا ان في مراكب، مش لازم تبقى مراكب هارد كور وسرعه وفي مراكب هاديه. على معداتها على البورد على الشراع، تشتري مركب واحده سواء كانت ويند سيرفنج او سيلينج او كايت سيرفنج وبتقعد بيها فتره يعني كبيره يعني. وفي مستوى اعلى كمان في الشراع اللي هو مستوى الناس اللي بتشتري مراكب اللي هي بتحط تحت البند اليخوت، في مصر موجود طبعا، مش بالكتر اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا وفي الناس اللي هي الدول الكبيره يعني، بس بتخش اي مينا في اي حته لو سافرت بره هتلاقي مراكب صواري 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 كتير جدا باعداد كبيره جدا، لان هو الثقافه برده مختلفه شويه. هو الثقافه في مصر الناس احيانا بتخاف من الميه، من الميه كتير جدا يعني، بتلاقي الناس بتخاف من الميه، فبتلاقي الثقافه بصفه عامه مش الناس تعوم يعني، قصدي الناس تنزل تعمل دايفنج تقعد في وسط سمك وضرافيل وقروش، وفي ناس ممكن تخاف من التكلفه العاليه للمعدات المطلوبه. ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. في رياضات بتبقى مكلفه عن غيرها. الحاجه اللي ممكن تساعد قوي ان احنا يبقى عندنا صناعه مصريه لهذه المراكب. محتاجين حد كويسه يعني جدا، حد يقدر يعمل صناعه. في مركب هنا في النيل اسمها طراز، اسمه النايل، هو موجود في القاهره فقط، وكان موجود من ايام الاربعينات والثلاثينات،
لما كانوا الانجليز موجود هنا عملوا طراز وسموه نايل لانه كان طراز مماثل لطراز تاني في انجلترا او بره يعني في اوروبا. فعملوه هنا مركب خشبيه موجوده لغايه دلوقتي في كذا نادي، في موجوده في الاتحاد المصري للشراء عندنا وفي يخت القاهره وفي المعادي وفي في يخت المعادي وفي كذا كذا نادي يعني. ودي كانت مركب صناعه مصريه، ما هياش مكلفه جدا زي المراكب فايبر جلاس اللي بتتعمل او بنستوردها من بره، لكن احنا ممكن نعمل برده مراكب فايبر جلاس تبقى صناعه مصريه وتكلفتها قليله شويه ونقدر نزود في الاعداد. طب ما تقترح على المجلس ده ولا لا ما هو ده اصل احنا محتاجين ناس تعمل مصانع علشان تعمل يعني بيبقى فيه زي تعاون مخاطبه. احنا دايما بنحاول احنا كاتحاد دايما بنحاول ندعم على قد ما نقدر يعني. احنا فينا ناس بتشتغل في المجال اللي هو بتاع البحر يعني كذا حد، وكله لما بيجي له فرصه بيساعد يعني. رئيس الاتحاد عندنا بيستضيف الناس في النادي، عنده نادي خاص سياحي بيستضيف الناس وبيعملوا البطولات عنده والمعسكرات وبيدي المراكب ببلاش. انا بعمل نفس القصه لما بيجوا عندي بطلع المراكب اللي عندي واللانشات يطلعوا بيها من غير ما يدفعوا اي حاجه خالص يعني. نوادي زي ايه يعني؟ مثلا اليخت في اسكندريه. طبعا اليخت انا فاكره واحنا صغيرين كنا بنروح فعلا. نادي كبير جدا في الشراع طبعا. نادي الرياضات البحريه كمان. نادي الرياضات البحريه اللي في الغردقه ولا قصدك في اسكندريه؟ اللي في المنتزه. اللي في المنتزة ده اللي هو يرأسه المهندس عمرو أبو السعود اللي هو رئيس الاتحاد المصري للشراء. ولما احنا عملنا فيه بطولة افريقيا في 2016 كان قبل ما ندخل المجلس، كان هو في المجلس ايامها واستضاف البطولة الافريقية للطراز الاوبتيمس للولاد الصغيرين، وكان اول مرة الاتحاد المصري يقدر يعمل دخل ندخل قرب ال 900 الف جنيه او 800 شوية الف جنيه، لاول مرة نقدر نعمل مكسب في الاتحاد. وده كان من هنا برضو بدور الاتحاد بدأ يشوف ايه مصادر الدخل اللي ممكن يحققها علشان يقدر يدعم الرياضة ويجيب مراكب اكتر. واحنا كنا قاعدين مع سيد وزير الرياضة قريب وبصراحة يعني هو ما تأخرش علينا يعني ساعدنا دكتور اشرف يعني ساعدنا في كذا حاجة بصراحة. طيب. طلبنا كذا طلب وهو ما تأخرش علينا بصراحة. برضو في ضوء يعني طالما ذكرنا كلمة الاتحاد، في ضوء عضوية حضرتك في الاتحاد المصري للشراع، ايه القرارات اللي انتوا حطيتوها للفترة الجاية؟ او الخطط سواء قصيره او طويله المدى اللي انتوا هتشتغلوا عليها الفتره الجايه عشان يعني نرتقي بالرياضه دي اكتر ونبتدي نشوف بقى عالم مصر بيترفع في محافل دوليه كتير الفتره الجايه ان شاء الله. الخطه اللي هي بعيده المدى احنا كنا عاملين خطه لثمان سنين قدام، وكنا متكلمين في المجلس ان احنا هنركز على بعض من البراعم الصغيرين اللي هم بعد ثمان سنين يكونوا وصلوا لسن ليفل او مستوى بدني يصلح او يكفي ان هو يتنافس في بطولات عالميه. وفعلا بدانا بالحكايه دي، وعندنا مدرب طراز الليزر دايما بينقي الاولاد الصغيرين، ومنهم ولد اسمه علي بدوي حاليا قاعد في مالطا ما رجعش، بيتمرن هناك ومعسكر هناك ونقل دراسته هناك علشان يقدر يكمل. فدايما مركزين معاهم وعاملين خطه مقدمينها للوزاره، بس خطه قصيره المدى شويه لان ما نقدرش نقدم خطه بعيده المدى ناخد بيها دعم اكتر من لدوره انتخابيه واحده. فاحنا مقدمين الخطه دي وخلاص قربت تخلص، اللي هي هتخلص خلاص اول السنه الجايه، وعملوا لنا امتداد ليها وادونا دعم زياده علشان نقدر نكمل لغايه 21. بس من الناحيه الثانيه الخطه المستقبليه على التركيز على البراعم والولاد الصغيرين عشان يقدروا يعني يمثلونا ويرفعوا علم مصر في المحافل الكبيره. يعني كابتن احمد نورتنا وانا سعيده جدا والله انا وكريم اكيد بوجود حضرتك، ونتمنى كده التوفيق ان شاء الله للمجلس والرياضه كده يعني مبشره جدا، بس يا رب حضراتكم تلاقوا الدعم اللي بتطلبوه يعني باذن الله. شكرا يا كابتن احمد. كابتن احمد حبشي اللاعب وعضو الاتحاد المصري للشراع شرفتنا ونورتنا ان شاء الله. نرجع تاني اعمل كده باذن الله. نورتنا وسعداء بوجود حضرتك معانا، واسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.